السلام عليكم ومعكم سيا وسيراي، ووصلنا لتحديات اليوم الثاني من تحديات يوم الحب او الفالنتاين. الكل متحمس لان مثل ما تعرفوا اللي يخلص 13 تحدي فراح ياخذ باتل باس السيزون الثامن مجانا، شيء مره اسطوري. ولو ما شفت شرح تحديات اليوم الاول فرجعوا شوفوا في القناه، لان اليوم بنشرح عن التحديات الثلاث الجديده. بس قبل كل هذا لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك وتفعيلك للجرس، لاني بشرح كل تحديات يوم الحب ان شاء الله، ولايك على المقطع بيكون دعم كبير. وخليكم مع الفيديو. ندخل على طول في تحديات اليوم الثاني واللي نزلت من شوي. ثلاث تحديات، اول اثنين لو تخلصهم فراح تاخذ 500 اكس بي على الواحد، اما الثالث لو خلصت راح تاخذ صوره، واظن انها صوره السكن المخفي للمرحله الرابعه واللي بنزلها بعد شوي، خليكم متابعين. والتحدي الاول اللي معنا جدا سهل، قم بزياره 10 اماكن في الخريطه تحمل اسماء مختلفه. باختصار ادخل لاي مود سولو دو او سكواد وبدمر على الاماكن اللي في الخريطه واللي عليها اسماء، وانصحك تاخذ طياره وتحاول تمر على اكبر عدد ممكن من المدن، طبعا على راحتك في جيم واحد او في اكثر من جيم، المهم انك تروح لعشر مدن مختلفه، مره على ريتيل بعد لونلي بعد الغابات ولينج وودز، على كيفك مر على عشر مدن مختلفه في جيم او في اكثر من جيم وتكون خلصت التحدي. التحدي الثاني كمان سهل، قم بفتح دروبين في ماتشات مختلفه. الدروبات هي الصناديق اللي تنزل في اللعبه واللي يكون لونها ازرق مع مظله. الصناديق هذه تنزل في نص الجيم تقريبا وتكثر في الاخير، والمطلوب انك تفتح اثنين في ماتشات مختلفه، يعني بتحتاج جيمين وكل جيم تفتح فيه دروب واحد. وانصحك تروح لطور تيم رامبل او الاطوار الجانبيه وتخلص التحدي بكل سهوله لان في كثير دروبات، وحاول تخلصه وانت تخلص التحدي اللي قبله عشان تختصر الوقت. التحدي الثالث والاخير واللي بتاخذ منه صوره الانتظار او شاشه الانتظار للسكن المخفي، كمان تحدي سهل. التحديات مره سهله، ريف لاعب من فريقك ثلاث مرات في ايام مختلفه. ريف يعني قوم صاحبك يوم يتنوك، شيء كثير سهل. كلم اي حد من اصدقائك وادخل لطور الدو، وخلي واحد منكم ينتحر وثاني ريف عشان تخلصوا المهمه، او ممكن تدخل دو عشوائي سكواد عشوائي. طبعا بتحتاجوا ثلاث ايام وتسوي ريفايف مره في كل جيم عشان تخلصوا هالتحدي، يعني شيء مره بسيط وما اظن اي حد بيواجه مشاكل. وهذا مقطع اليوم، خليكم فعلا جرس لاني شغال على مقطع المرحله الرابعه للسكن المخفي وبنزله باسرع وقت ان شاء الله. ولو سفتوا حابين تدعموني فتقدروا تستخدموا كود المتجر سيو عندكم، بيكون دعم اسطوري كثير، واي واحد مستخدم الكود شكر كبير لدعمك الاسطوري. اشوفكم بعد شوي ومع السلامه.